حد خالي من الاحتياج لأكياس الدم. ممكن جدا الدم اللي بتتبرع بيه يروح لحد من عيلتك فعلا وانت مش عارف، هو ساعتها بيحس قد ايه هو شخصيا قصر انه يتبرع بالدم. معا لإنقاذ إنسان، هو كنز بس في ايدين الناس. الناس احيانا بيبقى عندها حق، لازم نربي ولادنا على الفكره دي. ما تطلبيش من الناس كلهم يبقوا زي بعض، دي خدمه لا تقدر بثمن. انا طبعا الحكايه لعبه في دماغي، مصر ما حدش اتحرش بيها. طبعا القانون مهم والعقوبه مهمه، بس الاهم هو الوعي. الله الله الله، طب وما هيفضل لنا ايه؟ رفاهيه الصرف مش موجوده. قال لي بعد ما تتخرج من مخروبه دي هتشتغل ممثل ولا مخرج؟ تقول اي حاجه. ايوه، هو صعبه جدا تتعمل مسلسل ازاي؟ حواديت اللي بتقوليها من الصغر دي بتجيبيها منين؟ بتحفظيها انت؟ صابوا ضرر كبير جدا في عموده الفقري. كان لازم انام من 6 لـ 8 أسابيع. تطمن كده ان بلدنا فيها مبدعين جامدين جدا. ده مشهد انا وانا بعمله انا حاسس ان هيجرى لي حاجه. وجرس انذار بالمستقبل اللي بيهدد كل امه كسلان. العطاء يبقى من الجميع، والغني قبل الفقير. صحيح. والقادر قبل المحتاج، والمسؤول قبل الموظف العادي. هو ده.